جدا تقييم عمل اتحادية في ظرف سنة، ولكن بعض الملامح وبعض المعالم وبعض المحطات توحي بأنه هناك بوادر تاع صعوبات تجدها هذه الاتحادية في المستقبل وفي الأيام المقبلة، سواء في تنظيم الدوري والبطولة في المنتخب، في أشياء كثيرة جدا. أعتقد بأنه متاعبها بدأت ووصلت لظروف صعبة في ظرف قصير من زمن، في ظرف ساعة. من حسن حظها أنه الاتحاد السابق خلى لهم أموال اللازمة، لأنه العصب موجود، أموال موجودة. المنتخب نراك شفت حالته من سيء إلى أسوأ، كنا نعتقد بأنه ساء بعد مونديال البرازيل، ولكن السوء اللي وصلوا اليوم أكبر من أي سوء بلغته الكرة الجزائرية حتى في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي. أعتقد بأن الظروف الموجودة اليوم مع هذا التذمر الجماهيري والإعلامي، مع هذا الرفض الضمني للاعبين باللعب تحت إشراف ماجر وتحت إشراف هذه الاتحادية، مع مستوى اللي صار يظهر بها المنتخب الجزائري، أعتقد بأننا وصلنا إلى درجة يجب أن نرفع الراية البيضاء، ودرجة يجب أن نسعى لتصحيح هذا الوقت، هذا الخلل. تقول لي كيفاش؟ أنا لا أدري، لكن نحن في ظروف صعبة كرويا وتنظيميا وفنيا وحتى أخلاقيا، لأنه أعتقد بأن الإعلام وبعض المحللين كان لهم دور سلبي كبير، ليس كل الإعلام طبعا، دور سلبي كبير فيما وصلت إليه الكرة الجزائرية حاليا. نتمنى إن شاء الله كل الخير.